يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، هل يدخل هذا في حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتشتمل هذه الآية على الإخلاص والاتباع؟ هو الأصل، هذا هو الأصل. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، قال لا إله إلا الله وهو يعلم معناها، أما من يقولها ولا يعلم معناها هذا لا فائدة له من قولها. نعم.